في بس سؤال اسمه، لو جالنا سؤال اسمه diagnosis بتاع الجستيشنال دايابيتس، بنكتب معاه السؤال بتاع الافكت بتاع الدايابيتس على البريجننسي والافكت بتاع البريجننسي على الدايابيتس. تمام، كتبنا كده يا اسامه معلومه قبل ما تيجوا. المعلومه بتقول ان الجستيشنال دايابيتس بيجي في اللاست تريمستر، يعني السكر بتاع الحمل بيجي في اخر 3 شهور من الحمل. عايزين بقى نتكلم على السؤال، لازم الافكت بتاع الدايابيتس على البريجننسي او البريجننسي على الدايابيتس. فاتكم بس 10 دقايق، ما هو 10 دقايق ايه الافكت بتاع البريجننسي على الدايابيتس؟ هنقول كلمه واحده بس، ان البريجننسي يعتبر حاجه اسمها دايابيتوجينيك، يعني الحمل بيعمل في السكر بيزوده. قلنا السؤال ده امبارح واحنا بنشرح النورمال بريجننسي، كان ليه بقى البريجننسي بيزود السكر؟ عشان البلاسينتا بتطلع هرمونات انتي انسولين، وبتطلع تاني انزيم اسمه انسولين. ايه بقى الانزيمات اللي كانت انتي انسولين؟ الاستروجين والبروجسترون، وكان في هرمون اسمه هبل هيومن بلاسينتا لاكتوز، وكان بيطلع انزيم اسمه انسولينيز. يبقى اول افكت للبريجننسي على الدايابيتس ان البريجننسي يعتبر دايابيتوجينيك. بعد ده دايابيتوجينيك، تمام، ده رقم واحد. رقم اثنين، لو الست بقت حامل والحمل اللي عندها ده هيزود الكومبليكيشن بتاعت الدايابيتس، اللي هم الثلاثه اوباسي اللي كانوا بيحصلوا، اللي هم الريتينوباسي والنيفروباسي والنيوروباسي، الثلاثه دول هيزيدوا. طب رقم ثلاثة، ان الست لو جالها سكر وهي حامل بيبقى ديفيكلت اللي احنا نعمل له كنترول. ليه بقى؟ الكلام ده مخطط، عشان يعني نلخص الكلام المكتوب ده مخطط. في بدايه الحمل، في اول 3 شهور من الحمل، مش الست دي بيحصل عندها فومتنج وبترجع، فالسكر في دمها يحصل له ايه؟ هيقل. فلما اجي اديها انسولين اعمل ايه في جرعه الانسولين؟ اقللها. بعد الثلاث شهور الاولانيين الترجيع اللي عندها بيقف، وبيطلع البلاسينتا الهرمون اللي هي بتضاد الانسولين، فيحصل ايه في السكر اللي عندها؟ يزيد. فاعمل ايه في جرعه الانسولين؟ ازودها. في اخر 3 شهور من الحمل تحديدا اخر شهر، الست دي عايزه تولد فمحتاجه سكر كتير، فالست دي ايه اللي هيحصل لها؟ هتستهلك السكر اللي عندها عشان اليوترين كونتراكشن، فساعتها السكر عندها يحصل له ايه؟ يقل. فاعمل في جرعه الانسولين؟ اقللها. بعد الولاده الست دي البلاسينتا الهرمون كلها ما بقتش موجوده، فالسكر في دمها قل. فاعمل في جرعه الانسولين؟ اقللها. معنى كده طول فترات الحمل وبعد الولاده بقلل جرعه الانسولين، ما عدا بس في السكند تريمستر، يعني ما عدا في بعد الشهر الثالث بزود جرعه الانسولين. خلاص، ده كده اسمه الايفكت بتاع البريجننس على الدايابيتس. طب ايه الافكت بقى بتاع الدايابيتس على البريجننس؟ يعني الدايابيتس ده يعمل ايه على الحمل؟ في حاجات بتبقى على مستوى العيل وحاجات على مستوى الام. ايه اللي بقى الحاجات اللي على مستوى العيل؟ الفيتال بيحصل عنده 7 حاجات. رقم واحد، بيحصل حاجه اسمها فيتال كونجينيتال فيتال مالفورميشن. بعد كده حاجتين العيل يموت. بعد كده في حاجتين عكس بعض وانجري. اول حاجه اسمها كونجينيتال فيتال مالفورميشن، نشرحها بقى كده. بصوا يا جماعه كده، كونجينيتال فيتال مالفورميشن، العيال الصغير عشان يحصل له كونجينيتال انومالي، الكونجينيتال انومالي بتحصل في اول 3 شهور من الحمل، يعني في انهي تريمستر؟ في الفيرست تريمستر. ليه؟ لان دي مرحله الاورجانوجينيس. بعد كده لو اي حاجه اتنقلت للعيل بعد الفيرست تريمستر مش هيحصل له اي حاجه. يعني الكونجينيتال فيتال مالفورميشن، اي كونجينيتال انومالي تحصل للعيل بتحصل يا عصام في الفيرست تريمستر، عشان دي مرحله الاورجانوجينيس. تمام، ينفع اقول ان الجستيشنال دايابيتس هو اللي يعمل كونجينيتال فيتال مالفورميشن؟ هو الجستيشنال دايابيتس كان بيجي امتى يا زكريا؟ في الثيرد تريمستر، والكونجينيتال فيتال مالفورميشن بتيجي امتى؟ في الفيرست. فيبقى كده عبد الله، الكونجينيتال فيتال مالفورميشن اللي مكتوبه هنا هيكون سببها الجستيشنال ولا البريز جستيشنال؟ البري، ان الست دي اصلا كان عندها سكر قبل الحمل، هو ده اسامه اللي يعمل كونجينيتال فيتال مالفورميشن. ليه بقى العيل الصغير يدخل في كونجينيتال فيتال مالفورميشن؟ شمه عندها هايبر جلايسيميا، وعنده زياده في وعندها زياده في الكيتون بادز، فالكيتون بادز دي كلها تعدي وتروح رايحه للعيل وتعمل عيل كونجينيتال انومالي. ايه بقى هي الجمله الام سي كيو المهمه؟ هيقول جملتين في الام سي كيو، الكونجينيتال فيتال مالفورميشن كوما مع البري جيستيشنال ولا الجيستيشنال مع البري. رقم 2، مين اشهر كونجينيتال انومالي موجوده؟ الفي اس دي على الاقل. في كونجينيتال انومالي ثانيه بتحصل اسمها اوبن نيورال تيوب ديفكت، او اسمها ساكرال اجينيسيس. الحاجه دي بتكتب عندها كده بتحصل بسبب نقص الفوليك اسيد. يعني الاوبن نيورال تيوب ديفكت دي عبد الله بتحصل بسبب نقص اللي هو الفوليك اسيد. كده خلصنا اول حاجه على الفيتال اللي اسمها كونجينيتال فيتال مالفورميشن. تمام، بعد كده في حاجتين العيل يموت ومش محتاجه حفظ. ممكن العيل يموت جوه بطن امه، او بعد ما يتولد يموت هو جوه بطن امه، اسمها ايه؟ انتراين فيتال ديس. طب بعد ما يتولد يموت يبقى اسمها نيونيتال ديس. ليه العيل هو جوه بطن امه يحصل له انتراترين فيتال ديس؟ مش عايزين نقرا الكلام المكتوب ده. هو الدايابيتس مش بيعمل حاجه اسمها فاسكولوباسي، فبيعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيسل، من ضمنها البلاد فيسل بتاعه البلاسينتا،
فكده في دم بيعدي للعيل ولا مفيش دم؟ فالعيل يموت جوه بطن امه ويحصل له انتروترين فيتال ديس. يبقى ليه العيل حصل له انتروترين فيتال ديس؟ عشان الدايابيتس بيعمل فاسكولوباسي فبيضرب البلاسينتا، فالبلاسينتا ديت ما بقاش بتودي دم للعيل، يبقى كده العيل مات جوه بطن امه اسمها انتروترين فيتال ديس. يبقى خلصنا رقم 1 كونجنتال فيتال انوملي، رقم 2 حاجتين العيل هيموت، يا اما يموت جوه بطن امه اسمها انتروترين فيتال ديس. طب ليه العيل يموت بعد ما يتولد؟ عشان العيل ده عنده حاجه اسمها العيل ده اسمه غالبا بتقول بريماتيور، واصلا كان الطفل بتاع الانفانت اوف دايابيتك مازر هو الطفل الوحيد البريماتيور اللي كان وزنه كبير. انتوا فاكرين الكلام ده من الاطفال، العيل ده هيموت بريماتيور، والبريماتيوريتي تعمل ريسبيراتوري ديستريس سندروم، فالعيل هيموت منها. الحاجه الثانيه، مش العيل ده اتنقل له من نوم وسكر كتير جدا، فدمه فيه سكر، لما دمه يبقى فيه سكر كتير من الهرمون اللي يطلع عنده عشان يقلل السكر، فالانسولين هيطلع عنده بكميه كبيره جدا ويحصل له هايبر انسولينيميا. تعمل ايه بقى الهايبر انسولينيميا في سكره هو؟ تقلله، فيموت بعد الولاده. يبقى ليه حصل نيونيتال ديس؟ عشان حاجتين، عشان الولد ده اتولد بريماتيور فدخل في ريسبيراتوري ديستريس، رقم 2 عشان عنده حاجه اسمها هايبر جلايسيميا الاول، عملت له هايبر انسولينيميا والهايبر انسولينيميا راحت عامله هايبوجلايسيميا. ادي واحده كونجنتال فيتال مالفورميشن، واثنين العيل يموت. طب في حاجه اسمها حاجتين عكس بعض، حاجه اسمها ماكروسوميا وحاجه اسمها انتروترين جروث ريستريكشن. ماكروسوميا يعني العيل ده كبير، والعيل ده اسمه انفانت اوف دايابيتك مازر، كان وزنه كام كيلو؟ اكتر من 4 كيلو. ليه بقى؟ مش العيل ده بيتنقل له سكر كتير جدا من امه، فالسكر اللي عنده ده بيترسب في الاورجان العصام وبيعمل اورجانوميجالي، كل حاجه في جسمه بتبقى كبيره ما عدا حاجتين، راسه والكدني. يعني العيل راسه مش صغيره، راسه الطبيعيه بس جسمه كبير جدا. بالعقل بقى كده العيل ده كبير جدا، لما يجي ينزل يعرف ينزل من البلفس بتاع امه، فيحصل له حاجه اسمها ايه بقى؟ بيرس انجري. ما هو العيل ده كبير مش عارف ينزل، فلما اجي اولده ممكن يحصل له بيرس انجري اللي كانت قبلها، فيحصل له حاجه اسمها شولدر ديستوكي. ما هو بتاع ده من ضمن حاجات الاوبستراكتد ليبر، فالعيل ده لو انا بولده عبد الله ممكن اعمل له حاجه اسمها شولدر ديستوكي. يبقى كده الماكروسوميا كل حاجه في العيل كبيره جدا ما عدا مين؟ البرين والكبد. يبقى جسمه كبير وراسه طبيعيه، فلما يجي ينزل يحصل له شولدر ديستوكي اللي هي البيرس انجري. طب الحاجه اللي عكس الماكروسوميا انتروترين جروث ريستريكشن. طب ما دي غريبه، ازاي العيل يبقى كبير وازاي يحصل اصلا انتروترين جروث ريستريكشن؟ البتاع دي بتحصل مع اللونج تيرم. ست كان عندها السكر من زمان قوي وحملت، هو السكر ده مش بيعمل فاسكولوباسي، فبيعمل ايه في البلاد فيسل بتاعه البلاسينتا؟ بيضيقها، فكده في دم يروح للعيل العصام، فالعيل ده مش رايح له دم، فكده حجمه يبقى صغير، فيحصل له انتروترين جروث ريستريكشن. يبقى معنى كده تفسير الانتروترين جروث ريستريكشن والانتروترين فيتال ديس تفسيرهم واحد، اللي هي بلاسينتا انسفيشنس. طب ممكن الست اللي جالها السكر وهي حامل تورث السكر لابنها، فالعيل ده يبقى عنده السكر. طب مش احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي العيل ده ممكن يتولد بريماتيور، فمن ضمن الكومبليكيشن تحصل العيل هو بريماتيوريتي بالكومبليكيشن بتاعتها. طب ايه الكومبليكيشن تحصل على مستوى الام؟ بص هنقولها بمخطط احسن، هم 10 وحفظهم بالطريقه دي. ايه الكومبليكيشن تحصل على مستوى الام؟ نحفظهم ازاي احسن؟ بص الست دي عندها دايابيتس، نحفظها بالطريقه دي. الست دي عندها دايابيتس، اقولها مره واثنين عشان تحفظوها. الست دي عندها دايابيتس، الدايابيتس ده مش بيعمل حاجه اسمها فاسكولوباسي، والفاسكولوباسي ده بيعمل فازو كونستريكشن في البلاد فيسل، فالست دي جالها هايبر تنشن. الهايبر تنشن ده ممكن يكون معاه بروتونوريا فيبقى اسمها بري اكلامسيا، والهايبر تنشن ده والبري اكلامسيا كان الموست كومن كوز بتاع البلاسينتا الابربشن. تاني البتاع دي رقم واحد اسامه، الست دي عندها دايابيتس، فالدايابيتس ده عمل فاسكولوباسي، الفاسكولوباسي عمل هايبر تنشن، الهايبر تنشن ده عمل حاجتين، عمل حاجه اسمها بري اكلامسيا وبلاسينتا الابربشن. ادي حاجتين اهم، يبقى هايبر تنشن وبري اكلامسيا وبلاسينتا الابربشن. طب مش الست دي عندها سكر كتير؟ السكر عدى وبقى موجود في الامنيوتك فلويد، فزود الاوزموتيك بريشر بتاعه الامنيوتك فلويد، فالامنيوتك فلويد سحب ميه، فكده كانت كميه الامنيوتك فلويد حصل لها ايه؟ هتزيد، فتدخل في حاجه اسمها والبولا هيدرامنس. ده العيل عايم في الميه براحته، فممكن البوزيشن بتاعه يتغير، يحصل له مال برزنتيشن. طب البولا هيدرامنس مش الميه الكتير دي ممكن تخلي الممبرين يرابشر بدري، فيحصل بريماتيور رابشر اوف ممبرين. يعمل حاجتين، يا اما الست تسقط يبقى ابورشن، يا اما تولد قبل ميعادها يبقى اسمه بريترمينال. طب العيال ده حجمه كبير ولا صغير؟ عنده ماكروسوميا وهو نازل مش كده عمل اوبستراكتد ليبر، فهيقطع عند الست في الجينيتاليا بتاعتها، فيحصل حاجه اسمها برينيال لاسيريشن وفاجينال لاسيريشن. اي لاسيريشن بينزل ايه؟ دم، فالست بعد الولاده ينزل عليها دم كتير يبقى اسمه بوست بارتم، والبوست بارتم ميمورز جود ميديكال ايه؟ يبقى بيربرال سيبس. ومن ضمن الانفكشن اللي كانت بتحصل هو الفالفو فاجينايتس،
تمام. واخر حاجه خالص يا اسامه، ان الست دي لو اللي هي الحامل، هل انا عارف اعمل كنترول للسكر اللي عندها؟ لا، في ما في ديفيكولت ان انا اعمل كنترول للدايابيتس. يبقى العشر حاجات تحافظ ازاي؟ تاني رقم واحد، الست مجالها السكر، السكر عامل حاجه اسمها فاسكولوبس، الفاسكولوبس عمل هايبرتنشن، هايبرتنشن عملت حاجتين، بري اكلامس وبلاسنتال ابربشن. بعد كده السكر زاد في الامنيوتك فلويد، سحب ميه فعمل بولي هيدرامنوس. البولي هيدرامنوس ده خلى العيله البوزيشن بتاعه اتغير، يبقى مال برزنتيشن. البولي هيدرامنوس ده رابشر الممبرين بدري ابورس. طب ولدت قبل ميعادها يبقى بري تيرم ليبر. بعد كده العيل اللي وزنه كبير عمل حاجه اسمها برولونجد ليبر وستراكتد ليبر، فعمل حاجه اسمها عليه هو نفسه حصل له شولدر ديستوكيا كانت هناك بيرس انجن. طبعا الام حصل لها لاسيريشن وبوست بارتم هيموريدج، والبوست بارتم هيموريدج جود ميديا فور انفكشن، وفي الاخر انا مش عارف اعمل كنترول للدايابيتس. خلاص كده اتكلمنا عن سلسله الدايجنوز بتاع الجستيشنال دايابيتس وايه الايفكت بتاع الدايابيتس على البريجننس والبريجننس على الدايابيتس. السؤال بقى المهم، ازاي اعمل تريتمنت لواحده حامل جالها السكر؟ احنا قلنا انواع السكر مع الحمل حاجتين، يا اما يكون قبل الحمل اسمه بري جستيشنال، فانا هشرحه هو الاول بري جستيشنال وبعد كده نتكلم عن الجستيشنال. ازاي اعمل مانجمنت لحاجه اسمها بري جستيشنال دايابيتس، وازاي برضو يا آية اعمل مانجمنت لحاجه اسمها بريز جيستيشنال هايبرتنشن اللي هو الكرونيك هايبرتنشن. اي حاجه تيجي قبل الحمل اعملها كنترول ازاي؟ هقول حاجات بتتعمل قبل الحمل، وحاجات اثناء الحمل، وحاجات اثناء الولاده، وحاجات في مرحله البريبيريوم، وبشوف العيل نفسه والست دي بديها كونترسبشن. يبقى انا بعمل كام حاجه؟ ست حاجات تاني. اول حاجه قبل الولاده، قبل الحمل واثناء الحمل، اثناء الولاده، اثناء البريبيريوم، والعين نفسه، والست دي عندها كونترسبشن. قولهم بقى واحده واحده كده، بري جستيشنال دايابيتس الست كان عندها السكر قبل ما تحمل، اعمل معاها ايه من غير ما نقرا الكلام ده؟ اكيد اعمل ايه، كان عندها السكر قبل ما تحمل، فاعمل ايه؟ اعمل كنترول للدايابيتس، يا اما بالدايت يا بالاكسرسايز يا بالدراج. الست دي هتعمل لها ماتيرنال كونديشن ايفالويشن اللي احنا هنقولها دلوقتي، شويه تستات كده بتتعمل قبل الحمل. طب الست دي لازم تعمل ايرلي بوكينج وجود انتي نيتال كير. الست دي يا زكريا لازم اديها فوليك اسيد 4 او 5 ملي جرام يوميا قبل ما, ما, ما تحمل ولحد 12 اسبوع من الحمل، يعني في اول يعتبر اول 3 شهور من الحمل. ليه بدي الست فوليك اسيد في اول 3 شهور؟ عشان احنا لسه قايلين من شويه مين اللي بيحصل نيورال تيوب ديفكت. بدي كل حاجه بيفور ايه البريجننس، وبعمل للست دي حاجه اسمها هيموجلوبين اي 1 سي. المفروض ان الهيموجلوبين اي 1 سي لو كان اقل من 6.5 اقول لها احملي عادي، اما لو كان الهيموجلوبين A1C بقى اكتر من 10% الست دي لو حملت هيحصل لها المشاكل بتاعه الدايابيتس اللي هي الاوباسي اللي هو الفاسكولوباسي والريتينوباسي والنيوروباسي. دي كلها حاجات قبل الايه؟ قبل الحمل. طب كونجنيتال فيتال مالفورميشن. طب ديورينج البريجننس الست دي هتعمل معاها ايه؟ هعمل لها كلمه رود ريست وبريزرفيشن ودايت ودراج. الست دي بتستريح، الست دي بتستريح في البيت، بس ممكن اجيبها في المستشفى في 3 حالات. اجيبها امتى المستشفى؟ لو ما حصلهاش اي مشاكل خالص ووصلت للاسبوع 36، مش ده الاسبوع اللي هتولد فيه، خلاص هتولد، فانا هجيبها عند الاسبوع 36. ممكن اجيب الست دي في المستشفى احجزها من الاسبوع 32، بس لو دخلت في فاسكولار كومبليكيشن هو الفاسكولوباسي. ممكن اجيب الست دي يا زكريا از ايرلي از بوسبل لو كان السكر بتاعها نوت كنترولد او دخلت في كومبليكيشن. يبقى 3 حالات بجيب فيهم الست المستشفى. مين هم؟ لو ما حصلش اي مشكله خالص ووصلت الاسبوع 36، لو حصل لها فاسكولوباس يا اسامه وصلت الاسبوع 32، لو دخلت في كومبليكيشن والسكر نوت كنترولد. ده كده اسمه الريست. طب اوبزرفيشن هتابع مين ومين؟ الام والعيل. هتابع الام ازاي؟ في حاجه اسمها ماتيرنال كونديشن ايفالويشن. اكتبوا اي تيست يخطر على بالكم، ليفر فانكشن تيست، كيدني فانكشن تيست، كواجوليشن بروفايل، بي تي وبي تي تي، وكل حاجه. بس اوعى تنسى حاجتين، اوعى تنسى اليورين اكزامينيشن والهيموجلوبين اي 1 سي. ليه بشوف اليورين؟ عشان الجلوكوزوريا والكيتونوريا. طب ليه ما اشوف الهيموجلوبين اي 1 سي؟ عشان اعمل بي مونيتورنج للسكر. كده عملنا اوبزرفيشن للام. طب العيل هعمل له التستات بتاعه شابتر الفيتولوجي اللي هو ديلي فيتال موفمنت كاونت ونون ستريس تيست وباي فيزيكال بروفايل واعمل الترا ساوند. انا قلت رود ريست اوبزرفيشن ودايت وايه ودراج. طب الدايت كلام بطلة، الست اللي عندها اي حد عنده السكر بياكل كام وجبه في اليوم؟ 6 وجبات، 3 اساسيين و3 سناكس ما بينهم. طب الدراج اللي هتاخدها ينفع ست حامل تاخد ادويه؟ ينفع ست حامل تاخد ادويه للسكر؟ اه، في دوايين سيف في السكر، هما الميتفورمين والجلاي بينكلامايد، الاثنين دول سيف.
الاثنين دول هديهم للست عادي. طب افرضوا الست ديت ما استجابتش للادويه دي، يعني ايه ما استجابتش؟ يعني سكرها عالي. هبدا اديها مين بقى؟ امتى ادي الانسولين عشان جمله الام سي كيو؟ ادي الانسولين لو كان الفاستنج بلاد جلوكوز اكتر من 105 او التو اورز بوست براندل اكتر من 120 كده جرعه الانسولين. اديها امتى الانسولين؟ لو كان الفاستنج اكتر من 105 والتو اورز بوست براندل اكتر من 120 جرعه الانسولين تتحفز ازاي؟ هو الحمل كام شهر؟ 9. بتقسميه كام ترايمستر؟ 3. بصوا فيرست وسكند وثيرد وتبدا الجرعات 7 8 9 من 10 وحده لكل كيلو. يعني انا هعمل ايه في اول في الفيرست ترايمستر؟ بتبقى جرعه الانسولين 7 من 10 وحده لكل كيلو. هشوف وزن الست دي واضربه في 7 من 10 هتطلع جرعه الانسولين. هروح اقسم الجرعه دي يا زكريا تلتين، هقسمها قصدي الجرعتين تلتين، الجرعه الصبح وتلت الجرعه بالليل. طب افرضوا انا بجيب وزن الست ده وبضربه في عدد الوحدات، لقيت ان وحدات الانسولين هتبقى 50 وحده او اقل من 50 وحده، اقسمهم برضو تلتين الجرعه الصبح وتلت الجرعه بالليل؟ لا، اديهم كسنجل دوز بس. يعني عبد الله لو كانت التوتال دوز اقل من 50 وحده اديها كسنجل دوز بس، واديها طبعا بالنهار مش بالليل. طيب الانسولين ده انا مديه ليه؟ عشان كان الفاستنج من اقل اكتر من كام؟ من 105 والتو اورز اكتر من كام؟ من 120. لو انا اديته بقى ايه الهدف بتاعي؟ الهدف ان انا اخلي الفاستنج من 60 ل 90 والتو اورز اقل من 120. خلاص كده احنا اتكلمنا على التريتمنت والمانجمنت ديورنج بيفور الليبر وديورنج بيفور قصدي البريجنس وديورنج البريجنس. طب ديورنج الليبر اي، انا هتكلم دلوقتي على الولاده، والولاده بتبقى وقت وقت ومود وحاجه اسمها بريكوشن. امتى تولد الست دي؟ ايه التايم بتاع الدليفري؟ قالوا لو الست دي ما حصلهاش اي كومبليكيشن خالص ولادها من 37 ل 38 اسبوع. طب لو الست دي ابنها ده، يعني انا لاحظت ان ابنها ده وزنه صغير، او الست دي دخلت في اي مشاكل، هولدها قبل ال 37 اسبوع. بس يا عصام قبل ما ولد الست دي زي كده قبل ال 37 اسبوع بروح واخد عينه من الامنيوتك فلويد وبشوف السيرفاكتنت، بشوف العيل ده عنده لانج سيرفاكتنت ولا لا. اعرفه منين يا عصام؟ في حاجه اسمها السيسل على السفنجوميلين ريشيو، دي وحشه. قالك نشوف حاجه احسن منها، شوف حاجه اسمها فوسفاتيدايل جليسرول، البتاع ده بيدخل في تكوين اللي هو السيرفاكتنت. لو انا لقيته موجود يبقى العيل ده كده عنده سيرفاكتنت ولد الست دي. طب لو انا لقيته مش موجود يبقى اللنج بتاعت العيل دي ما حصلهاش ماتوريشن، فلما لازم ادي الحقنه بتاعت السيرفاكتنت اللي هي مين؟ يا اما ديكسا يا اما بيتا. مين اللي مكتوب هنا؟ وجايه كمان شويه جرعه البيتا. ديكسا يعني يعني 4. بص انا بعمل ايه بقى؟ بدي جرعه اللي هي الديكساميثازون 4 جرعات، كل جرعه بتبقى 6 ملي جرام كل 12 ساعه. يعني انا بدي 4 جرعات كل جرعه كل 12 ساعه، يعني انا هديه لكام يوم؟ يومين. يبقى ديكساميثازون يبقى 6 الجرعه الواحده 6 ملي جرام كل 4 كل 12 ساعه لمده 48 ساعه. ده كده اسمه التايم بتاع الدليفري. طب بالنسبه للمود بتاع الدليفري هولد الست دي ازاي؟ يا اما سيزيريان يا اما، طب سيزيريان يعني امتى ولدها سيزيريان اصلا؟ اكيد من غير يا جماعه من غير، لو العيال ده مات لو حصل له الانتروترين فيتال ديس او انتروترين جروس ريستريكشن. اصل انا لو هولدها فاجينال واشد العيل هو انتروترين جروس ريستريكشن العيال ده انا ممكن اموته اصلا. لو الولد ده كان حجمه كبير اسمها ماكرو سوميا، لو الست دي دخلت في اي كومبليكيشن ساعتها ولدها سيزيريان. طب افرضوا ما فيش اي انديكيشن فور سيزيريان هولدها ازاي؟ فاجينال. هولد فاجينال ازاي؟ ولسه الحمل يعني لسه الولاده مش هتحصل، انا هولد قبل الميعاد، فلازم اعمل ارتفيشال رابشر للمبرين وادي من بره. اه كلمه اروم اللي عندكم دي اسمها ارتفيشال رابشر اوف الميمبرين. طب ايه البريكوشن اللي هتتعمل بقى؟ مش انا بولد ام بولد الام وعشان اطلع العيل ده بره، فاكيد البريكوشن هتابع العيل وتابع الام. العيل ده اعمل له مونيتورنج عن طريق اشوف الفيتال هارت ساوند بتاعته هل هو عايش ولا لا. اصل انا هولد الست دي مثلا سيزاريا عشان اطلع العيل ده عايش. طب المفروض العيل او هولدها مثلا فاجينا عايز احافظ على العيل ده، طب المفروض العيل كده كده ميت خلاص انت ولد براحتك بقى، فانت بتتابع العيل عشان تشوف الفيتال هارت ساوند. طب الام دي بشوف لها حاجه في الدم وحاجه في البول. ايه اللي في الدم؟ بشوف لها البلد جلوكوز في الدم كل ساعتين. طب في البول بشوف لها الكيتون بودز في اليورين كل ساعتين. والست ديت انا عارف ان هي بعد الولاده هيحصل لها بوست بارتم هيموريدج، فانا لازم اتابع واظبطها كويس عشان انا خايف ان هي يحصل لها بوست بارتم هيموريدج. طب انا كده ولدت، طب بعد الولاده انا في مرحله ايه اللي بعد الولاده؟ طب بريبيريام دي فاكرين كنت بعمل ايه في جرعه الانسولين بعد ما الست تخلف؟ بعد ما الست تخلف البلاسينتا الهرمون بيحصل لها ايه؟ البلاسينتا الهرمون بتقل والجلوكوز بيقل، فاعمل ايه في جرعه الانسولين؟ يبقى انا اقلل جرعه الانسولين عندها ل
يعني قللها للنص او التلت، انا بقلل جرعه الانسولين عندها. طيب بعد بعد كده العيل اتولد، فعامل ايه العيل ده؟ العيل المولود بيبقى مولود عيل بريتيرم، فانا بعامله معامله الطفل البريتيرم. ليه؟ عشان انا خايف الولد ده يدخل في الكومبليكيشن بتاعه الانفانت اوف دايابيتك مازر. وكلام بقى الاطفال، كان الانفانت اوف دايابيتك مازر عنده حاجتين عاليين وحاجتين قليلين. كان عنده الحاجتين القليلين الجلوكوز والكالسيوم، كان عنده هايبوجلايسيميا وهايبوكالسيوم. مين الحاجتين الزايدين؟ العيل ده كان عنده دمه تقيل، يعني كان عنده بوليسايسيميا، وكان عنده والاربسيز الكتير دي بتتكسر فيدخل في هايبر. يبقى انا عبد الله بتابع العيل ده عشان الاربسيز الكتير والهايبر بوليسيميا اللي ممكن تجيله، او الاثنين القليلين الهايبوجلايسيميا والهايبوكالسيوم. طب لو الست دي عايزه تاخد اي كونترسبشن، قال لك يا عصام اديها كل الميثود بتاعه الكونترسبشن طالما ما عندهاش فاسكولار بروبلم. طب لو الست دي عندها فاسكولوباسي وعندها ثرومبوس، ينفع ادي استروجين ولا لا؟ فاكرين شابتر الفاميلي بلاننج كان عندنا حاجه اسمها كومبايند اورال كونترسبشن، وفي حاجه اسمها بروجسترون اونلي بيلز. كنت بدي البروجسترون اونلي بيلز الست لسه مخلفه وعندها فاسكولار بروبلم، فانا ما ينفعش ادي استروجين لان الاستروجين بيعمل كواجوليشن، بيزود الكلوتينج فاكتور. اللي هي الانتراترين كونترسبتيف ديفايس عليه بروجسترون. طبعا احنا كده عليكنا مين؟ مين اللي احنا عالجناه؟ الجيستيشنال ولا البري جيستيشنال؟ البري. طب ازاي نعالج الجيستيشنال دايابيتس؟ نفس العلاج اللي احنا كتبناه بالظبط. بس هو الجيستيشنال دايابيتس بيتشخص امتى اصلا؟ قلناها في الاول خالص، الجيستيشنال في الثيرد ترايمستر. قال لك ان الجيستيشنال دايابيتس ده ما بيعملش اي مشاكل خالص للعيل، يعني ما بيعملش كونجنتال فيتال مالفورميشن. ليه؟ لان اعصاب مرحله الاورجانوجينيسيس يعني مرحله اول 3 شهور، وده اصلا بيجي في اخر 3 شهور، فمش هيعمل اي كونجنتال فيتال مالفورميشن ما عدا حاجه واحده بس، هينزل العيل الكبير، يعني بيعمل حاجه اسمها ايه؟ ماكروسوم. طب لو الست جالها السكر وهي حامل لازم اعمل لها كنترول للسكر ده؟ اكيد هنا بقى مش هقول قبل الحمل واثناء الحمل وبعد الولاده، انا اقول اثناء الحمل نفسه هعمل لها برده اكسرسايز والدايت بتاعها ظبطه، ست وجبات والكلام ده كله، اديها ادويين ميتفورمين وجلايبين كلامايد. بس لو كان الفاستنج اكتر من 105 او 2 اورز اكتر من 120 اديها بنفس الوحدات ونفس الكلام اللي احنا قلناه. والست دي ظبطتها اهو، هولدها يا اما ولدها سيزيريان يا اما ولدها فاجينا. بس انا خايف على الست دي من حاجه، ان هي ممكن يحصل لها لونج تيرم كومبليكيشن. مش هو جالها السكر وهي حامل؟ ايه 50% من الستات اللي جالهم السكر وهم حامل هيفضل السكر مكمل معاهم بعد الحمل، يعني ممكن يقلبوا تايب 2 دايابيتس. و70% من الستات اللي جالهم السكر وهم حامل هيجي لهم برضو سكر وهو حامل في الحمل اللي بعد كده. كده خلصنا درس اللي اسمه الدايابيتس. الدرس اللي بعد كده اسمه الهايبرتنشن. هنشرح دلوقتي اللي هو الهايبرتنشن ديس اوردر ويز بريجننسي. هشرح البري اكلامسي، ولما اجي اشرح الاكلامسي هتبقى هي بالظبط البري اكلامسي، مش اي حاجه جديده فيها. ولما اجي نشرح الكرونيك هايبرتنشن، كرونيك هايبرتنشن فاكرين اللي هو البري جيستيشنال دايابيتس، سكيمة العلاج بتاعته اللي هو بيفور البريجننس وديورنج البريجننس واثناء الليبر والبريبيريم والكلام ده كله، هيبقى نفس الاسطمبه. فالدرس اللي احنا هنركز فيه دلوقتي هو البري اكلامسي. هنقول الاول يعني ايه هايبرتنشن؟ كلام بطنه، زي ما عرفنا السكر من كلام بطنه نعرف الهايبرتنشن كلام بطنه. يعني ايه هايبرتنشن؟ قبل دي هايبرتنشن معناه انكريز البلاد بريشر اكتر من 140 على 90. بس عشان اقول ان الست دي عندها هايبرتنشن، اي حد عنده الهايبرتنشن لازم اقيسه مرتين على الاقل، والفرق ما بين المرتين كام ساعه؟ 4 ساعات. او اقيسه مره واحده ويكون الدايستول اكتر من 110، يبقى هو اكتر من 140 على 90 فور تو اوكيجن ما بينهم 4 اورز ابارت، او اللي انا اقيس الدايستول عليه اكتر من 110 بس مره واحده. طب ايه التقسيمه اللي عندنا؟ زي ما قسمنا السكر هنقسم الضغط. ايه التقسيمه اللي عندنا؟ في تقسيمه نيو وتقسيمه اولد. التقسيمه اللي اسمها ناشونال هاي بلاد بريشر ايديوكيشن، الكلام ده كله التقسيمه الجديده نيو هي سنه 2000 دي. قالوا ايه؟ قالوا ان في حاجه اسمها جيستيشنال هايبرتنشن. تعريف مهم، الصفحه دي اصلا تعريفات. يعني ايه جيستيشنال هايبرتنشن؟ يعني ست انا شخصت عندها الهايبرتنشن لاول مره بعد 20 اسبوع من الحمل. ركزوا على كلمه افضل دي، مهم. شخصت الضغط عندها بعد 20 اسبوع من الحمل، والضغط اللي انا شخصته ده سميته جيستيشنال هايبرتنشن، بيحصل له ريزولف بعد 12 اسبوع بوست بارتم. يعني هو بيختفي بعد 12 اسبوع. يبقى انا شخصته يا زكريا بعد الاسبوع كام؟ ال20، وبيختفي بعد 12 اسبوع بوست بارتم وما معهوش بروتونوريا. طب لو انا شخصت ان هي عندها هايبرتنشن ومعاها بروتونوريا يبقى اسمي بريكلامسي. طب زاد عليهم بقى هايبرتنشن وبروتونوريا وكونفولجن يبقى اسمي اكلامسي. طب في حاجه اسمها كرونيك هايبرتنشن، تيجي نعكس الكلام بتاع الجيستيشنال،
كرونيك هايبر تنشن، يعني الست كان عندها هايبر تنشن قبل الحمل، او يا عصام اللي انا شخصت عندها الهايبر تنشن قبل 20 اسبوع من الحمل، او لو انا شخصته بعد 20 اسبوع بس فضل مكمل بعد 12 اسبوع من الولادة. تاني، هو الجيستيشنال تعريفه كان ايه؟ انا شخصته بعد كام اسبوع؟ 20، وبيختفي بعد كام؟ طب انا بقى عايز اعرف الكرونيك انا كان عندها الضغط قبل الحمل، او انا شخصته قبل 20 اسبوع، او شخصته بعد 20 بس فضل مكمل بعد 12 اسبوع من البوست بارت. طب في حاجه اسمها بقى سوبر امبوزد بري اكلامسيا اون كرونيك هايبر تنشن، يعني ايه؟ يعني الست دي كان عندها ضغط قبل ما تحمل، ولما حملت بقى موجود معاها بروتينوريا كمان، فاسمه سوبر امبوزد بري اكلامسيا اون كرونيك هايبر تنشن. التقسيمه دي كام تقسيمه عملناها؟ تقسيمتين، تقسيمه جديده كان فيها خمس حاجات، الكلام ده كله تعرفاه. طب في تقسيمه اسمها الاولد كلاسيفيكيشن، قالوا ان في حاجات بريجننسي انديوسد هايبر تنشن، يعني الحمل هو اللي عمل هايبر تنشن، ودول اول ثلاثه. بصوا كده، بريجننسي انديوسد هايبر تنشن اول ثلاثه فوق، اللي هما عصام الجستيشنال والبري اكلامسيا والاكلامس. طب في حاجه اسمها بريجننسي اجريفيتد، يعني ايه بريجننسي اجريفيتد؟ يعني الست دي كان عندها الضغط اصلا، ولما جالها الحمل راح معاه بروتينوريا، معاه كونفولجن، يبقى اسمها سوبر امبوزد بري اكلامسيا اون كرونيك هايبر تنشن او سوبر امبوزد اكلامسيا. طب في حاجه اسمها كونسيدنشال هايبر تنشن، دي اسمها اسوشيتد هايبر تنشن. اسوشيتد هايبر تنشن يعني الهايبر تنشن بقى معاه حمل، يبقى ده مين هو من الاخر؟ ده الكرونيك. هنبدا بقى احنا نشرح ثلاث، هنشرح اربع حاجات، هنشرح الجستيشنال والبري اكلامسيا والاكلامسيا والكرونيك. نبدا الاول يعني ايه جستيشنال هايبر تنشن، ده سهل مش قوي في اي حاجه، قولوا من فوق يعني تاني جستيشنال هايبر تنشن. وسمعت تعالى لو جيت تعريف هكتب حاجات كتير قوي، هكتب الاول هقسمه نصين، هعرف الهايبر تنشن الاول واقول يعني ايه جستيشنال. يعني ايه هايبر تنشن يا زكريا؟ انكريز البلاد بريشر اكتر من 140 على 90 فور تو اوكيجن وذ 4 اورز ابارت، او لو استولت بايستول اكتر من 120. واكمل بقى كلمه جستيشنال، انا شخصته بعد 20 اسبوع من الحمل واختفى بعد 12 اسبوع بوست بارت. طب ازاي اعمل له مانجمنت؟ ازاي اعمل مانجمنت للجستيشن هايبر تنشن؟ قال لك يعني كل حاجه كونزرفاتيف، يعني بعمل اوبزرفيشن، يعني الست وهي حامل لازم اقول لها تعالي لي كل شويه كانتي نيتال كير فيزيت، وبعمل مونيتورنج الام والعيل. طب ديورنج الليبر اولادها امتى؟ الست دي هفضل محافظ على الحمل بتاعها لحد ما يبقى العيل فول تيرم واولدها، تمام؟ طب ولادها ازاي؟ والله لو في انديكيشن فور سيزيريان ولادها سيزيريان، طب ما فيش ولادها ايه؟ فاجينا. طب هل الست دي اعمل لها بروفيلاكسس بعد الولاده بتاعتها؟ لا عادي، ما هو الجستيشنال ده بيختفي بعد كام اسبوع اصلا؟ 12. ده اهم درس اسمه بري اكلامسيا، اكتبوا كده فوق البري اكلامسيا، اسمها توكسيميا اوف بريجننسي، بالعربي اسمها تسمم الحمل، توكسيميا اوف بريجننسي. بري اكلامسيا ديت هي عباره عن ايه بقى؟ التعريف بتاعها مهم، عباره عن بريجننسي سبيسيفيك سندروم، يعني ما بتحصلش الا والست ايه؟ حامل، يعني مش هتيجي لاي واحده تانية، ده عباره عن بريجننسي سبيسيفيك سندروم بتحصل بعد 20 اسبوع من الحمل. لازم كلمه بعد 20 اسبوع، انت دي بتحصل بعد 20 اسبوع من الحمل، موجود فيها ثلاث حاجات، موجود فيها حاجتين اساسيين وواحده ممكن تبقى موجوده او لا، مين هما الحاجتين الاساسيين؟ هايبر تنشن وبروتينوريا ويز او ويزاوت باثولوجيكال ايديما. طب ليه قالوا كلمه باثولوجيكال ايديما؟ لان كده كده في اصلا فيسيولوجيكال ايديما بتحصل مع الحمل، الست وهي حامل اليوترس بتاعها ضغط على الانفيرور فينا كاف، فالايديما واصله في اللور لمب، عامله لور لمب ايديما، فدي اسمها ويز او ويزاوت باثولوجيكال ايديما. طب ينفع الست وهي حامل يجي لها بري اكلامسيا قبل 20 اسبوع مش بعد 20 اسبوع؟ اه قبل 20 اسبوع في حاجتين بحرف الام، لو مولر بريجننسي اللي هنشرح بكره، او مالتيبل بريجننسي. عشان بس جمله الام سي كيو، امتى يحصل البري اكلامسيا قبل ال 20 اسبوع؟ في حاجتين بحرف الام، مولر بريجننسي ومالتيبل بريجننسي، تمام؟ يبقى التعريف اللي عندنا يعني بري اكلامسيا عباره عن زكريا عن بريجننسي سبيسيفيك سندروم بتحصل بعد 20 اسبوع من الحمل، فيها حاجتين هايبرتنشن وبروتينوريا ويز او ويزاوت باثولوجيكال ايديما، ولازم اقول بين قوسين ان هي ممكن تحصل قبل 20 اسبوع لو في مولر بريجننسي ومالتيبل بريجننسي. طب جمله الام سي كيو الثانيه، من هي الموست كومن؟ جملة نمسكه الثانية، من هو الكومنست هايبرتنسيف ديس اوردر اللي بيحصل؟ من هو الكومنست هايبرتنسيف ديس اوردر اللي بيحصل مع الحمل والبري اكلامسي؟ جملة نمسكه الثانية. طب ايه الريسك فاكتور؟ حاجات ماتيرنال وحاجات فيتال، وبعد ما اخلص الريسك فاكتور هنركز في كل كلمة هتتقال، لان الباثولوجي اللي انا هشرحه اللي بيخلص البري اكلامسي كلها. ايه هي الريسك فاكتور بتاعت البري اكلامسي؟ حاجات على مستوى الام وحاجات على مستوى العيل. ايه الحاجات اللي على مستوى الام؟ اكتبوا السكيما دي، اتنين هيستوري
طبعا لسه قايلين في السكر ان في اي حاجه تيجي بكتب اتنين هيستوري ثابتين في الاول، اتنين هيستوري وكلمه ابرص، اتنين هيستوري ابرص A وB فور بين ار اس وكلمه مام ام او ام، ابرص مام ام او ام. مين هما الاثنين هيستوري؟ فاكرين في الدايابيتس لما قلنا الريسك فاكتور كان ايه بقى؟ في فاميلي هيستوري ان في دايابيتس او الست كان عندها هيستوري اوف جيستيشنال دايابيتس. طب انا هنا بتكلم على البري اكلامسيا يا عبد الله، في باست هيستوري اوف بري اكلامسيا او فاميلي هيستوري اوف بري اكلامسيا، كده خلصنا اول اثنين هيستوري. طب كلمه ابرص الايدج، اي في حاجه اسمها هاي ريسك بريجننسي، الست اللي هي امتى يجي لها ريسك؟ لو كانت اقل من 18 سنه او اكتر من 40 سنه، ادي الايدج. طب البيل باريتي البتاع ده بيحصل اكتر في الالدرلي مالتي بار والبريمي جرافيل. طب الريس بيحصل اكتر في الناس البلاك. طب السوشي اوكونوميك يحصل اكتر، دي ست نحس يبقى لو سوشي اوكونوميك. تمام. وكلمه مام الام ميديكال ديس اوردر، احنا لسه مخلصين مرض والمرض ده كان من ضمن الكومبليكيشن على الام يعمل هايبر تنشن وبري اكلامس. كان مين؟ دايابيتس. وكان في مرض اسمه كرونيك هايبر تنشن ممكن يبقى سوبر امبوزد بروتينوريا كان بيعمل بري اكلامس. يبقى الميديكال ديس اوردر دايابيتس وكرونيك هايبر تنشن. طب الاو وبستي لان اصلا الست التخينه عندها سكر وضغط. طب الام الاخيره مال نيوتريشن للكالسيوم والاير، ده كده اسمها ايه؟ ماتيرنال ريسك فاكتور. طب بالنسبه للفيتال ريسك فاكتور في اتنين احنا عارفينهم من فوق اللي هم كانوا بحرف الام، مين هم؟ مالتيبل بريجننسي ومولر بريجننسي. وفي حاجه اسمها ترايزمي اوف 13. يعني ايه ترايزمي؟ هات ورقه اعصاب. ترايزمي اوف 13 ده ايه فكرته؟ كده المفروض احنا في دمنا في حاجتين، حاجه اسمها انجيوجينيك فاكتور انجيوجينيك وحاجه اسمها انتي انجيوجينيك فاكتور. انجيوجينيك فاكتور ده بيعمل فازو دايليتيشن، والانتي انجيوجينيك فاكتور بيعمل فازو كونستريكشن. لو احنا عايزين نعمل بري اكلامسيا يبقى فكره المرض اعمل ايه في الحاجات اللي تعمل فازو كونستريكشن واعمل ايه في الحاجات اللي تعمل فازو دايليتيشن. الحاجات اللي تعمل فازو كونستريكشن اعمل فيها ايه؟ ازودها. فالترايزمي اوف 13 الكروموزوم 13 عليه الجين اللي اسمه انتي انجيوجينيك، يعني بيعمل ايه؟ فازو كونستريكشن وبالتالي يعمل هايبرتنشن. اصل انا لما اجي اشرح دلوقتي الباثولوجي، الباثولوجي بتاع البري اكلامس اللي لعبه على الحاجتين دول، اعمل ايه في الحاجات اللي تعمل فازو دايليتيشن؟ اقللها، والحاجات اللي تعمل فازو كونستريكشن ازودها. اللي بتعمل فازو كونستريكشن اسمها انجيوجينيك فاكتورز، متشالها على الجين رقم كام او الكروموزوم رقم كام؟ 13. فانا كتر 13 ده اعمل حاجه اسمها ترايزمي اوف 13، او العيل ده يحصل له حاجه اسمها فيتال هيدروبس او هيدروبس فيتاليز، يعني دي كده اسمها ريسك فاكتور. طب ايه الايتيولوجي عند الباثوجينيسيس؟ هتلاقي عنده كده حاجه مكتوب البري اكلامس مور كومن مع كذا، ما مش مهمه، احنا عايزين نعرف ايه هو سبب البري اكلامس. هل البري اكلامس لها سبب؟ قالوا لا، بس حطوا نظريات، والنظريات ديت هي اللي بتفسر البري اكلامس. ايه النظريات؟ ركزوا معايا هنا في اللي انا هرسمه ده. ايه النظريات يا عصام؟ قال لك النظريات اللي عندك بيبقى عددهم 7، السكيما بتاعتهم متجمعه في كلمه اسمها ايدج واتنين اي واتنين بي. لو انت عايزين تحفظهم بالطريقه دي ايدج واتنين اي واتنين بي، بس انا هجيبهم بحكايه. فاكرين امبارح احنا بنشرح النورمال بريجننسي، قلنا ان البلاسينتا بتاعت العيل كانت بتتكون جزء من الام وجزء من العيل. جزء الام كان اسمه ديسيدوا بيزالس، وجزء العيل كان اسمه اللي هو الكوريوم فروندو كوريونيك فروندوزا ما كوريوم فروندوزا. وكان البتاع ده من بره عباره عن حاجه اسمها تروفوبلاست. تمام. بصوا يا جماعه البتاع دي اسمها ديسيدوا بيزالس، اسمها ديسيدوا بيزالس، جوه اسمها ديسيدوا بيزالس في بلاد فيسل موجوده اهي، دي البلاد فيسل. والمفروض ادي الكوريون كوريونيك فيلاي، الكوريون دي من بره عباره عن حاجه اسمها تروفوبلاست. التروفوبلاست ده بيعمل حاجتين، بيهاجر اول مره يوصل لديسيدوا بيزالس اللي اسمها الفيرست مايجريشن، تاني مره اسمها السكند مايجريشن، ان الكوريوم بتدخل جوه البلاد فيسل بتاعه الديسيدو عشان تعرف تجيب الدم. فالبتاع دي اسمها سكند مايجريشن. معنى كده ان التروفوبلاست بتعمل الاول انفيجن للديسيدو بيزالس، بعد كده تعمل انفيجن لمين؟ للبلاد فيسل اللي موجوده جوه. اللي حصل ايه بقى؟ ان السكند مايجريشن ده ما حصلش. يعني ايه بقى؟ يعني حصل ابنورمال او مايجريشن للتروفوبلاست، او اسمها فولتي بلاسنتيشن. يعني ايه؟ يعني فيلير اوف سكندري مايجريشن اوف التروفوبلاست جوه البلاد فيسل دي. طالما التروفوبلاست ما دخلتش جوه البلاد فيسل بتاعه الديسيدوا، مش بس معايا في الحكايه دي، طالما التروفوبلاست ما دخلتش جوه البلاد فيسل بتاعه الديسيدوا، فالبلاد فيسل دي مش هيحصل لها فازو دايليتيشن، فتفضل البلاد فيسل كان فيها فازو كونستريكشن. فكده في دم يروح للبلاسنتا ولا مفيش؟ مفيش، ما انا ما عملتش مايجريشن اصلا. انا عارف اجيب دم دلوقتي؟ لا، فادخل في حاجه اسمها بلاسنتال
insufficiency. ولو دخلنا في حاجه اسمها placental insufficiency بيحصل ريليز للبلاسنتال فاكتور. البلاسنتال فاكتور اللي هتطلع دي هتبقى عباره عن انتي انجيوجينيك فاكتور، يعني حاجات تعمل ايه فازو كونستريكشن، وهيبقى في نقص في الحاجات الانجيوجينيك يعني الحاجات اللي بتعمل فازو دايليشن، يعني معنى كده في امبالانس ما بين دي ودي. يبقى تاني الليله كلها من الاول. السبب الاساسي والموست اكسبتابل سيري اسمها فولت بلاسنتيشن، معناها ابنورمال تروفوبلاستيك مايجريشن، يعني مين اللي ما دخلش جوه البلاد فيسل بتاعه السدوه. يبقى حصل فيلير للسكند مايجريشن او السكند ويف بتاع التروفوبلاستيك انفيجن، ما دخلتش جوه البلاد فيسل، ودي الموست اكسبتابل سيري. نتيجه لكده هنجمع الاتش دي كلها في الاخر، بس نتيجه لكده ادي رقم واحد خلصتها ابنورمال تروفوبلاستيك انفيجن. نتيجه لكده مش حصل حاجه اسمها بلاسنتال انسفيشنسي، فراح مطلعها حاجه اسمها بلاسنتال ايه فاكتور. فدي النظريه الثالثه اللي اسمها اندوثيليال سيل اكتيفيشن، بيقولوها كده مكتوب نقص البلاد سبلاي تو البلاسنتا، فحصل هايبوكسيا او طلع حاجه اسمها بلاسنتال ايه فاكتور. طب البلاسنتال فاكتور دي كانت عباره عن حاجات انتي انجيوجينيك، فحصلت الرقم خمسة اللي مكتوب عندكم اللي هي الامبالانس بتوين الانجيوجينيك والانتي انجيوجينيك. وصلتني الرقم سبعة ان الحاجات اللي اسمها انجيوجينيك دي كان اسمها بروستاجلاندين اف 2 الفا، بتعمل فازو دايليتيشن، واللي تعمل فازو كونستريكشن عصام اسمها ثرومباكسان اي 2. الثرومباكسان اي 2 يعمل فازو كونستريكشن، والبروستاجلاندين اف 2 الفا تعمل فازو دايليتيشن. يبقى مين اللي قل ومين اللي زاد؟ البروستاجلاندين اف 2 الفا هي اللي بتعمل فازو دايليتيشن، يبقى هي اللي قلت، والثرومباكسان اي 2 هي اللي ايه اللي زاد. تاني المخطط من اوله الليله من اولها اللي حصل ايه؟ بصوا رقم واحد قل التروفوبلاستيك انفيجن، يعني التروفوبلاستيك ما عملتش انفيجن تو البلود فيسل، يعني ما حصلش حاجه اسمها فيلير اوف مايجريشن، او حصل فيلير اوف مايجريشن للتروفوبلاست اللي ديسيدوا البلود فيسل. نتيجه لكده مش دي اول نظريه، نتيجه لكده قلت البلاسنتال سيركيوليشن، يعني ما فيش دم، فحصل حاجه اسمها هايبوكسيا، والهايبوكسيا دي خلت البلاسنتا تطلع حاجه اسمها بلاسنتال فاكتورز اهو البتاع دي. النظريه رقم 3 اللي اسمها اندوثيليال سيل اكتيفيشن، البلاسنتال فاكتور اللي طلعت دي كانت عباره عن حاجات تعمل فازو كونستريكشن اكتر من الفازو دايليتيشن، فحصل امبالانس بين الانتي انجيوجينيك والانجيوجينيك. طب مين هم الحاجات الانجيوجينيك اللي تعمل فازو دايليتيشن؟ البروستاجلاندين اف 2 الفا ادي هتقل. طب مين الانتي انجيوجينيك اللي يعمل فازو كونستريكشن؟ ثرومباكسان اي 2 اهو ده يزيد. ايه او اي بروستاجلاند دي اللي هتقل. يبقى ايه السيوري اللي عندنا بقى؟ نجيب كلمه ايدج واتنين اي واتنين بي، نقولهم بقى مع بعض واحده واحده كده. الايه الاولانيه اسمها ابنورمال تروفوبلاستيك مايجريشن او اسمها فولت بلاسنتيشن، ودي عشان جمله الام سي كيو هي الموست اكسبتابل سيوري، مين اللي مفشل اللي هو يدخل جوه السيدوال بلاد فيسل تروفوبلاست، ده رقم واحد. طب حرف الجي عبد الله حاجه اسمها جينيتك فاكتور، ان في جينيتك فاكتور اوف فيري كلابس خلصناها. طب الاي اسمها اندوثيليال سيل اكتيفيشن، يقصد بيها تاكيد النظريه الاولى ان حصل الحاجه اسمها نقص البلاد سبلاي للبلاسنتا عشان العصام ما حصلش مايجريشن، فحصل هايبوكسيا وريليز لحاجه اسمها بلاسنتال فاكتور، ده حرف الاي. طب عندي 2 اي و2 بي، 2 اي احنا عارفينها في واحده فيهم اسمها امبالانس بين الانجيوجينيك والانتي انجيوجينيك، هو الانجيوجينيك دي تعمل ايه؟ الانجيوجينيك تعمل فازو والانتي انجيوجينيك فازو كونستريكشن. طب البي احنا سيبنا اي، في بي اسمها البروستاجلاندين اي 2 قلت وزاد الثرومباكسان اي 2. طب في بي كمان اسمها زياده البريسور ريسبونس، قالوا ان الست اللي جالها بري اكلامسيا بيزيد عندها السنسيتيفيتي للنور ابينفرين والانجيوتنسين 2، والحاجات دي اصلا كلها تعمل فازو ايه كونستريكشن. فاضل لنا حرف الاي الاخير يا عبد الله، حاجه اسمها اميونولوجيكال فاكتور، مش الست دي عايش جوه عندها جوه الرحم بتاعها عيل، والعيل ده نصه من الام ونصه من الاب، فالمفروض ان قال لك ان الاميونولوجيكال فاكتور قلت الماتيرنال توليرانس للحاجات اللي في العيل ده جايه من الاب، يبقى ناقص الماتيرنال توليرانس لحاجه اسمها الماتيرنال درايفد بلاسنتال اند فيتال تيشو. هي كانها انيميوليشن قدام المخطط ده. بتاني يا جماعه السيوريز عشان دي اللي هتفكرنا في عند العلاج. ان الست ما هو مش العيل ده في جزء من الام وجزء من العيل، والست دي المفروض عايزه تعمل له ريجكشن. فالمفروض ايه اللي حصل؟ الست دي بقى قلت عندها الماتيرنال اميونيتي للحاجات دي للاجزاء العيل اللي جايه من الاب. يبقى السيروس كلها تاني
ممكن تحفظوها بإيدج واتنين اي واتنين بي، بس لو نسيتوهم في الامتحان خلوا كل واحدة تسلم للتانية. يعني الاي كان اسمها abnormal trophoblastic migration، سلمتني للاي اللي اسمها endothelial cell activation. الحاجات اللي طلعت ديت سلمتني للبي عصام ناقص اللي هي البروستاجلاندين اي 2 وزيادة السومباكسان اي 2، وسلمتني الواحدة اي imbalance between الانجيوجينيك والانتي انجيوجينيك، والجي اسمها genetic factor. فاضل عندنا واحدة بي واحدة اي، واحدة اي اسمها immunological، واحدة بي التانية زيادة البريسور او حاجة اسمها او زيادة البريسور ريسبونس، زيادة اللي هو النور ابنفرين والانجيوتنسين 2. طب في حاجة اسمها بروفيلاكتيك، حاجة اسمها قصدي باسو في السيروجيكال تشينج اللي بتحصل مع البري اكلامسيا. احنا خلصنا البري اكلامسيا، شرح الاكلامسيا بس احنا في حاجة ذكرية اسمها الباسو في السيروجيكال تشينج اللي بتحصل مع البري اكلامسيا. ركز بقى كده في الكلمتين اللي اقولهم دول، ايه هي الباسو في السيروجيكال تشينج اللي بتحصل مع البري اكلامسيا؟ هو رقم واحد، مش احنا قلنا في نقص في اليوترو بلاسنتال سيركيوليشن وحاجه اسمها بلاسنتال انسفيشنسي، والبلاسنتال انسفيشنسي لما حصلت عملت اكتيفيشن لحاجه اسمها بلاسنتال فاكتور. البلاسنتال فاكتور دي راح جايه، ركز بقى كده على ذكريه، عملت ايه؟ راحت مدمره الاندوثيليال بتاع البلود فيسل. فلما تدمر الاندوثيليال بتاع البلود فيسل طلعت الميه لبره، ففي ميه طلعت بره فحصل اديما. لما الميه طلعت من الدم لبره بقى حجم الدم قليل والدم بقى كله مركز، فحصل كلمه اسمها هيموجين كونسنتريشن. ده ممكن كمان الاندوثيليال اللي بيتضرب يضرب في الكبله بتاعه الكدني، فالبروتين ينزل في اليورين ويحصل كلمه اسمها بروتينوريا. يبقى رقم واحد تاني كده، عشان ده بس الفسيولوجيكال دي بتتشرح برضو بالمخطط ده. قلت رقم واحد لما حصل بلاسنتال انسفيشنسي حصل اكتيفيشن لفاكتور بلاسنتال فاكتور، دمرت الاندوثيليال بتاع البلاد فيسل، فلما اتدمر طلعت الميه بره وحصل اديم. بعد كده الدم حصل له هيمو كونسنتريشن، وممكن اللي تتضرب كمان الكابيلري بتاعت الكدي فينزل البروتين في اليورين فيحصل بروتونوريا. ادي رقم واحد اللي هي عباره عن حاجه اسمها كابيلري ليكج. طب رقم اتنين، مش الفاكتور اللي طلع دي عملت فازو كونستريكشن في البلاد فيسل، فالفازو كونستريكشن في البلاد فيسل هيقلل الدم اللي رايح للكدي، فالكدي تعاني من اسكيميا، واليورين ايه اللي يحصل؟ ولوجوريا، والضغط يعلى يحصل هايبرتنشن. يبقى خلصنا اول سي اللي كان اسمها كابيلاري ليكج، الفي اللي بعدها اسمها فازو كونستريكشن. طب بعد كده عبد الله، مش انا عندي الاندوثيليوم ده حصل له دامج؟ لما حصل دامج الاندوثيليوم هتروح رايحه البليتلت تعمل اجريجيشن على الاندوثيليوم ده، فلما يحصل بليتلت اجريجيشن يتكون ثرومبوس، صح؟ طب عدد البليتلت في الدم يزيد ولا يقل؟ لما انا عمال استهلك كل البليتلت يكون ثرومبوس، عدد البليتلت في الدم يحصل له ايه؟ يقل، فتدخل في حاله اسمها ثرومبوسايتوبينيا. زائد ان في مواد هتطلع برده تعمل فازو كونستريكشن زي الثرومباكسان اي 2. فالباسو في السيروجيكال تشينج احنا بنجمعها في سكيما اسمها سي في سي في. السي الاولانيه اسمها كابيلاري ايه؟ مين الحاجات اللي طلعت بره الكابيلاري؟ ميه وبروتين. ومين اللي فضل موجود جوه؟ الدم فيها هيمو كونسنتريشن. طب الفي اللي بعد كده فازو كونستريكشن عمل سكيميا واولوجوريا وهايبرتنشن. السي اللي بعدها حصل كواجيوليشن واستهلكت كل البليتلت فحصل ثرومبوسايتوبينيا، والبي الاخيره اسمها فازو اكتيف ايجنت طلعت زي الثرومباكسان اي 2. خلاص تعالى كده نتكلم على سؤال اسمه الدايجنوستس بتاع البري اكلامسيا. ومن اول هنا تاني سؤال مهم، اول سؤال مهم كان في البري اكلامسيا هو السيوريز بتاعتها، ولو جت يا جماعه السيوريز اكتبوا معاها الباسو في السيروجيكال تشينج اللي انا لسه قايلها. يعني هكتب السيوريز اللي هي اتش و2 بي و2 اي، وهكتب اللي هو الباسو في السيروجيكال تشينج اللي هي سي بي سي بي. طب ايه هي بقى الدايجنوستس؟ هتلاقوا عندهم مكتوب كلمه اسمها باثولوجي، مش مهم قوي. يعني ادى النص عصام وانا ازاي اشخص البري اكلامسيا؟ في حاجه اسمها تنبؤ، الدكتور يبقى ذكي ويتنبا ان الست دي جالها بري اكلامسيا، يبقى انا بعمل حاجه اسمها بريدكشن، وده مش هينفع اصلا. واكيد في حاجات اسمها كلينيكال بيكتشر اللي هي الساينس، وساعتها اقول التعريف تاني. ايه هي البريدكشن دي؟ هو ازاي دكتور يتوقع ان الست دي هتدخل في بري اكلامسيا؟ اكيد لا، لو لها عندها رقم واحد ريسك فاكتور. طب رقم اتنين، لو لقى ان وزن الست دي عمال يزيد، هو ليه وزن الست دي بيزيد؟ لان هي كده كده اصلا عندها ايه؟ اديما. طب رقم تلاتة، في اصلا في اي سكرينينج تيست ينفع يتعمل البري اكلامس زي ما احنا كنا بنعمل للدايبيتس؟ لا. طب انا اشخص البري اكلامس ازاي؟ كلينيكال بيكتشر ساينز وسيبتومز. بصوا يا جماعه ايه اللي مكتوب؟ مكتوب الاول ساينز مش سيبتومز، عشان عايزك بس تكتب كلمه فوق كده عند عصام عند الكلينيكال بيكتشر، اكتب كده لو ظهرت سيبتومز في البري اكلامسيا معناه ان الحاله بقت سيفير. عشان كده احنا في الدايجنوز بنبدا الاول لاول مره بساين قبل سيبتومز، لان لو لان البري اكلامسيا بصوا بين قوسين عند الساين هتلاقي مكتوب ان هي البري اكلامسيا تعتبر ديزيز اوف ايه؟ اوف ساين. ايه هو الساين؟ هنقول التعريف. هو تعريف البري اكلامسيا كان فيها كام حاجه؟ البري اكلامسيا كام حاجه كانت في البري اكلامسيا؟
تعريفك ايه الحاجات الموجودة في البريك دانس؟ هايبرتنشن وبروتونوريا ويز او ويزاوت بس مش كالدين. يبقى رقم واحد في هايبرتنشن. معرف ايه هو الهايبرتنشن؟ الضغط اكتر من 140 على 90 لمرتين يا عبد الله، الفرق ما بينهم 4 ساعات، او الدايستول اكتر من كام؟ 110 مره واحده بس، ده اللي احنا هنقوله. بس لازم اقيس الضغط للست دي وهي في الليفت لاترال بوزيشن او السيتنج بوزيشن. ليه ما ينفعش اقيس الضغط للست وهي نايمه على ظهرها صباعين؟ عشان قلتها امبارح اسمها صباعين هايبوتنشن سندروم. لان انا لو هي نامت على ظهرها، اليوترس ده ضغط عليها عبد الله على الفينو فينا كاف، فمقلل الفينس ريتير، فضغطها اصلا هيبقى قليل، فما تعتمدش ان انت تقيس الضغط والست نايمه على ظهرها. يبقى كده رقم واحد هايبرتنشن. طب رقم اتنين بروتونوريا. بروتونوريا يعني هشوف مين في مين، شوف البروتين في اليورين. عشان اقول ان الست دي عندها بروتونوريا، يبقى البروتين اللي نازل في اليورين يبقى اكتر من 300 ملي جرام على مدار 24 ساعه. يعني انا هجمع اليورين على مدار 24 ساعه فاسطره واشوف كميه البروتين الموجوده فيه. لو كان اكتر من 300 يبقى الست دي عندها بروتونوريا، او اكتر من حاجه اسمها بوزيتيف ديب ستيك، عارفين ان هو بتاع عامل زوالق عباد الشمس كده بتتحط في اليورين تقول لك في كميه البروتين قد ايه، في بروتين ولا لا. طب انا ازاي اشخص البروتيناريا؟ عندي اربع طرق اشخص البروتيناريا. نقول السهلين الاول، هجمع اليورين على مدار 24 ساعه، لو كان اكتر من 300 يبقى في بروتيناريا. اجيب عبد الله حاجه اسمها ديب ستيك بتاع عامل زوالق عباد الشمس كده، امتى يبقى في بروتيناريا؟ لو كانت اكتر من بوزيتيف ديب ستيك، اكتر من واحده. تمام. طب في حاجتين، في تيستين كمان بقى، في تيست اسمه بويلينج تيست وتيست ثاني اخوه. ايه البويلينج تيست؟ قال لك هات ده التيست ب 10، هات 10 ملي يورين، هات 10 ملي يورين حطهم عندك في تيست تيوب واغليهم، والكلام ده بيبقى لمده 10 دقايق، وشوف النتائج اللي عندك يا عصام. المفروض فاكر يعني، انتوا عارفين البيضه لما بتتحط في سام في الميه يعني بتاع اللي هو البيضه بيبقى جامد، ما البروتين بيحصل له كواجيوليشن. فانا عايز اعرف اليورين ده فيه بروتين ولا لا. مش انا جبت 10 ملي يورين وغليتهم، لو انت ما لقيتش اي كواجيولم متكون عندك او اي حاجه يبقى مفيش بروتين. بعد كده كلمه اسمها دي جي دي، دي جي دي. لو انا لقيت ان في حاجه اسمها ديفينيتيف كلاودنس هديك بوزيتيف واحد، لو في ديفينيتيف كلاودنس هديك بوزيتيف واحد. مش مكتوب عنده، مش مكتوب تفاصيل صح؟ لا لازم تتكتب الكلام ده، مش لازم تتكتب. ماشي. بص انا بحط 10 ملي يورين وبحطهم في تيست تيوب وبغليهم، لو مفيش اي تشينج حصلت خالص مفيش بروتوناري. طب لو حصل حاجه اسمها دي جي دي، لو حصل ديفينيتيف كلاودنس هديك بوزيتيف واحد. طب الجي جرانيولار كلاودنس هديك بوزيتيف اثنين. طب الدي الاخيره دنس كلاودنس هديك بوزيتيف ثلاثة. طب لو كون حاجه اسمها هيفي بريسيبيتيت، يعني في بريسيبيتيت كتير فضلت في التيست تيوب، هديك بوزيتيف 4. تمام. طيب البويلينج تيست ده ممكن وانا بعمله انا بغلي البتاع عصام، بغلي التيست تيوب، ممكن التيست تيوب دي تنفجر. فقال لك هنعمل تيست تاني احسن منه اسمه صلفا سلسلك اسيد تيست، نفس البويلينج تيست بالظبط. هجيب 10 نقط، 10 نقط صلفا سلسلك اسيد واحطهم على 5 ملي يورين ومش هغليهم، هيديني نفس النتائج بالظبط بتاعه البويلينج تيست. يعني لو ما ظهرش اي حاجه خالص ما فيش بروتين. طب لو في ديفينيتيف يبقى بوزيتيف 1، جرانولار بوزيتيف 2، طب دنس يبقى بوزيتيف 3، طب بتكون وايت بريسيبيتيت يبقى انا بوزيتيف 4. يبقى انا قلت البريك لابس يا ديز اوف ساين، شخصته بالهايبر تنشن، بعد كده رقم 2 ايه؟ بروتينوريا. طب رقم 3 هو البتاع ده كان ويز او زاوت ايه؟ اديما. هشوف الاديما دي ممكن تبقى اديما ليتنت او مانيفست. يعني ايه ليتنت؟ يعني موجوده في الانترستيشن، اوكي انا مش عارف اظهرها. طب مانيفست لا ديبندنت، انا شايف ان الست ديت منفخه عندها اديما. تمام. طب هو البريك لابس مش احنا قلنا اسمه ديزيز اوف ايه؟ في ساين. لو ظهرت سيبتومز يبقى الحاله حلوه ولا وحشه؟ وحشه. عشان كده السيبتومز لو ظهرت الحاله هتبقى وحشه. والسيبتومز بحفظها ازاي؟ قلنا يا جماعه في البريك لمسه لو ظهر عندنا سيبتومز يبقى الحاله خطيره. عشان كده لما اجي اعمل للست ديت اوبزرفيشن واحجزها في المستشفى براقبها هل ظهر عندها سيبتومز من دي ولا لا. اصل لو ظهرت سيبتومز يبقى الحاله اسمها سيفير بريك لمسه. ايه السيبتومز اللي عندنا بنحفظها ازاي؟ برين، زي كلام البطنه لما كان الاسلام بيقول سكيما كده، برين وعين وهتنزل على الجي اي تي، وعندك ورا هيبقى فيه كدني وقدام يبقى فيه ليفر. احفظ السيبتومز تاني ازاي؟ برين وعين وتحت هتنزل يبقى فيه جي اي تي، هنا موجود في ليفر قدام وورا عصام في كدني. كل الحاجات اللي هتبقى موجوده عندنا، مش احنا قلنا البريكلامسه فيها اديمه وفيها فازو كونستريكشن عمل اسكيميا وانفاركشن، فكل الحاجات دي هيبقى فيها اسكيميا واديمه وانفاركشن وهيموج. نقولهم ازاي بقى؟ البرين هيبقى موجود فيه هيدك. ليه فيه هيدك؟ عشان الهايبرتنشن والسيريبرال اديم. يبقى فيه هيدك عشان فيه هايبرتنشن وسيريبرال اديم. طب هتنزل على العين، العين فيها اديمه، في زغلله في العين، يبقى فيه لارينج اوف فيجن، وفي فلاش من اللايت وكمبليت بلايندنس. بس هنا ده بيبقى ريفرسبل،
يبقى ده البرين ادي العين. هننزل عبد الله على الجي اي تي، مش الجي اي تي فيها إديمة، جي اي تي كونجيشن، في كونجيشن او في إديمة في الجي اي تي ميوكوزا، فالست دي هترجع على طول يبقى عندها نوزيا وايه وفومتنج. طب انزل على الليفر، الليفر هيحصل الليفر منفوخ مورم، فيحصل حاجه اسمها رايت هايبوكوندريان بين. طب الكيدني لسه قايلنا من شويه في البصر في البصر والفيسيولوجيكال تشينج، هل في دم رايح للكيدني؟ في حاجه اسمها اولوجوريا اب تو ايه انوريا، دي اسمها السيبتومز. طب السؤال اللي بعد كده سؤال مهم في الامتحان، ايه هي الكرايتيريا اللي انت بتشخص بيها البري كلامسيا؟ يا جماعه لحد دلوقتي انا في سؤال اسمه الدايجنوزز بتاع البري كلامسيا، قلت الاول الساين عبد الله، بعد كده قلت السيبتومز، وبعد كده هنقول الكرايتيريا بتاعتنا ايه، واخر حاجه الانفستيجيشن، عشان يبقى كده كمل السؤال بتاع السنه اللي فاتت. ايه هي الكرايتيريا بتاعت السيفير بي كلامسيا؟ هم 10 هم 11 حاجه، نحفظهم ازاي بقى؟ اول اتنين هم التعريف، اكتبوا بس السكيما دي، اول اتنين هم التعريف تكتبهم خلاص، اول اتنين الصين، بعد كده الخمسه سيبتوم، يعني السكيما بتاعتنا نقول الاتنين صين ونقول الخمسه سيبتومز وثلاثه انفستيجيشن والعيل والعيل نفسه. اول اتنين الصين هو البري كلامسة دي مش كان فيها هايبرتنشن وبروتونوريا؟ بس هنا هنهول الموضوع شويه بقى، ما انا عايز اعرف الكرايتيريا بتاعت السيفير، فاقول ان الهايبرتنشن السيستول اكتر من 160 والدايستول اكتر من 110. طب في بروتونوريا، في سيفير بروتونوريا اكتر من 5 جرام في اليورين، هناك كانت كام وانا بشخصها في الاول؟ 300 مللي، لما هنا اكتر من 5 جرام على مدار 24 ساعه او اكتر من 3 بوزيتيف ديبستيك، تمام؟ بعد كده انا كده عصام قلت الاثنين صاين، نقول بقى الخمسه سيبتومز تاني، نقولهم تاني بقى الخمسه سيبتومز. البرين كان بيحصل في ايه؟ هيديك، والعين الاي صاين فيها برينج وفيجن. نزلت بعد كده على الجي اي تي مش في نوزيا وفومتنج؟ ما اي واحده حامل عندها نوزيا وفومتنج فمش هقولها، هستبدل النوزيا والفومتنج ببالمونر اديم، دي الوحيده اللي استبدلتها ببالمونر اديم. طب نزلت على الليفر مش في ايه بجاستريك بين ورايت هايبوكوندريان بين، والكيدني في حاجه اسمها ايه اولوجوريا، ادي الخمسه سيبتومز. طب الثلاثه صاين، الثلاثه قصدي انفستيجيشن، الكيدني مضروبه فالسيرم كرياتينين يبقى عالي، والليفر مضروب كاني بعمل ليفر فانكشن تيست وكيدني فانكشن تيست، تمام. طب البليتلت ليه في ثرومبوسايتوبينيا؟ ليه قلت ثرومبوسايتوبينيا؟ عشان حصل كوجوليشن ستايل، والعين نفسه حصل له حاجه اسمها انتر ترانكولار ريستريكشن، تمام. مكتوب عنده حاجه اسمها هيلب سندروم، صح؟ يعني ايه هيلب سندروم؟ هيلب سندروم لو قلتها عند ست وعندها بري كلامسا اتوقع ان اسمها سيفير بري كلامسا. الهيلب سندروم هنجيبها في كلمه هيلب، هنجيبها في كلمه هيلب. الاتش اسمها هيموليسيس، ايش اسمها هيموليسيس. الاي ال يعني اليفيتد ليفر انزايم، والال بي اسمها لو بليتلت، يبقى الهيلب سندروم، هيلب سندروم ايش اسمها هيموليسيس. الاي ال اليفيتد ليفر انزايم والال بي اسمها لو بليتلت. ليه بقول البتاعه دي؟ لان لو انا لقيت هيلب سندروم هي اتلغت كده كده لغى الليفر، بس الهيلب سندروم لو لقيناها معناها ان في حاجه اسمها سيفير بري كلامس. اخر حاجه عشان يبقى خلص الدياجنوز بتاع البري كلامس ونعالج ده، ازاي اعمل انفستيجيشن البري كلامس؟ بعمل برضو فاكرين التستات اللي كانت بتتعمل في الدايابيتس، ماتيرنال كونديشن ايفالويشن والفيتال والالترا ساوند، هم مش باقي كلمه كده خالص. ايه الديفرنشال دياجنوز اللي عندنا بتاع البري كلامس؟ هو تعريف البري كلامس كان فيه كام كلمه؟ البري كلامس فيها كام كلمه؟ فهايبرتنشن بروتونوريا واديما، صح؟ فاول حاجه هعمل ديفرنشال دياجنوزس لاي حاله تيجي هايبرتنشن وذ بريجننسي. مين هم بقى؟ التقسيم اللي احنا قلناه في الاول وخلاص، التقسيم اللي احنا قلناه في الاول. بعد كده الديفرنشال دياجنوزس للاديما وذ بريجننسي، يعني هل في حاجات تبقى الست فيها حامل وعندها اديما؟ رقم واحد في حاجه اسمها فيسيولوجيكال اديما وبريجننسي. رقم اثنين الدرس اللي احنا بنشرحه اللي اسمه بري كلامس. رقم ثلاثة في جنرال كوزس اوف اديما، الست دي بقى لسوء حظها كان عندها هارت فيلير، عندها الليفر فيلير، عندها بتاع ده رينال فيلير، الحاجات دي، والنيوتريشنال او انجينيوروتيك، الحاجات دي بتاعت الجنرال كوز الخمسه الكبار. ففي حاجات لوكال كوز اوف اديما، ممكن يجي لها في رجليها دي في تي او يجي لها حاجه اسمها سيلولايتس، والحاجات دي كلها تخلي الاديما بايلاترال ولا مين الاكثر؟ في حاجه كده. ما لو جه سؤال، بص انا لو جه سؤال اسمه دايجنوز بتاع البري كلامسيا، بكتب الساين الاول، بعد كده السيبتومز، بعد كده بكتب الكرايتيريا بتاعت السيفير بري كلامسيا، وبكتب اللي هو الانفستيجيشن والديفرنشال دايجنوز. السؤال ده كله ب 10 درجات او ب 15 درجه، بكتب ساين وسيبتومز، وبكتب عصام الكرايتيريا بتاعت السيفير، وبكتب اللي هو الانفستيجيشن، وبكتب الديفرنشال دايجنوز. عملنا ديفرنشال دايجنوزس للهايبرتنشن وذ بريجننسي التقسيم اللي في الاول، في ديفرنشال دايجنوزس لإديما وذ بريجننسي والناح. طب في ديفرنشال دايجنوزس لبروتونوريا وذ بريجننسي، ايه الحاجات اللي تعمل بروتونوريا وذ بريجننسي؟ الدرس اللي احنا بنشرحه اسمه
بريكلامس او سبب لها كونجستيف هارت فيلير منع الدم يروح للكيدني رينال هايبوكسيا. في حاجه اسمها فولس بروتونوريا، مش انا بشوف البروتين في اليورين، ممكن انا باخد عينه من الست دي ينزل في اليورين فاجينال ديسشارج فشك ان هو ايه بروتين، يبقى ده مش ترو، ده اسمه فولس بروتونوريا. في لما نيجي نشرح الفومتنج كمان شويه، يعني في حاجه اسمها هايبر انسس جرافيديرم كانت بتعمل بروتونوريا، كان معاها اسوشيتد بروتونوريا، وفي حاجه اسمها اورثوستاتيك بروتونوريا. طب في ديفرنشال دايجنوست لحاجه اسمها هيلب سندروم، هيلب كانت اختصاراتها ايه، الاتش دي كان اسمها ايه، فهعمل ديفرنشال دايجنوست مع حاجه اسمها هيموليتيك يوريميك سندروم. خلاص ادي الهيموليسيس. طب الاي ال اللي كان اسمها، فاعمل ديفرنشال دايجنوست مع الحاجات اللي تزود انزيمات الليفر اللي هي اكيوت فاتي ليفر وحاجه اسمها فايرال هيباتايتس. طب ال ال بي كان اسمها ايه، لو بليتلت، هعمل ديفرنشال دايجنوست مع الاي تي بي. هو جبت الهيلب قدامي وبحط الاربعه مع بعض ديفرنشال دايجنوست. طب ايه الكومبليكيشن، لو جه سؤال في الامتحان اسمه البروجنوز بتاع البريك لمسه هو الكومبليكيشن، يبقى البروجنوزس هو الكومبليكيشن. في كومبليكيشن تحصل على مستوى العيل، كومبليكيشن تحصل على مستوى الام، والكومبليكيشن بتتقسم ايميديت وريموت. ايميديت على مستوى الام وعلى مستوى العيل. العيل يا جماعه بصوا اي حاجه هنشرحها في الولاده كلها الكومبليكيشن بتحصل على مستوى العيل بتبقى عباره عن اي بي واتنين اي. الاي اسمها اسفيكسيا، مش هنقولها هنا مفيش اسفيكسيا تحصل، بس البي اسمها بريماتوريتي، واتنين اي انترا يوتراين جروس ريستريكشن انترا يوتراين فيتال ديس. ماشي كان في بي برضو بيرس انجري، بس انا بس هنا هل هنا يحصل بيرس انجري؟ لا. يبقى البتاع الايه اسفيكسيا مش هنقولها، هنا حصل بريماتوريتي وانترا يوتراين جروس ريستريكشن انترا يوتراين فيتال ديس. تعال على مستوى العيل، طب على مستوى الام فاكرين السيمبتومز، هقولها زي ما هي بالظبط بس خليها سيفير بقى هو الموضوع. بس الماتيرنال اللي حصل لها حاجتين، الاول ما تنساهمش الهيلب سندروم، وممكن يجي لها كونفولجن على البري اكلامسي، يبقى في حاله اسمها ايه بقى اكلامسي، وامسك السيمبتومز وامسك البنت دي من فوقها لتحتها. هاجي على السي ان اس عبد الله، اقول ان البنت دي حصل لها سيريبرال انفاركشن وسيريبرال اديما وبرزيستنت هيديك، الحاجات اللي احنا سائلين. هاجي على مستوى الكارديو فاسكولار، هو هنا ليه بيحصل ثرومبس، ليه بيحصل عندها دي اي سي مثلا، او يحصل لان عندها هيموكونس، يبقى الدم عندها فيه هيموكونسنتريشن وفي ثرومبس وفي دي اي سي. هاجي على اللنج، فاكرين في الكرايتيريا كنت بقول بشيل النوزيا والفومتنج واحط مكانها بالمونر اديما، فاللنج فيها بالمونر اديما ولارنجال اديما. هاجي على سمع الليفر، في ليفر فيلير والليل والرينال رينال فيلير. وهاجي على البلاسينتا، مش انا قلت ان الهايبر تنشن بري اكلامس كانت بتخلع البلاسينتا، تعمل حاجه اسمها بلاسينتال ابربشن، دي كلها الحاجات الاميديت. طب الحاجات الريموت، قالوا ان البري اكلامس ممكن تعمل ريكورنس، عشان بس جمل ام سي كيو احنا نقسم الستات لحاجه اسمها بريمي جرافيدا وحاجه اسمها مالتي بار. الست البريمي جرافيدا لو جالها بري اكلامسيا اشوفها عصام، لو كانت مايلد بري اكلامسيا مش هتجيلها تاني البتاع دي، مش هيحصل ريكورنس. اما لو كانت البريمي جرافيدا جالها سيفير بري اكلامسيا هيحصل ريكورنس بنسبه 50%. طب المالتي بار لو جالها بري اكلامسيا سيفير هيحصل لها ريكورنس بنسبه 70%. لو ملاحظين الرقمين ال 50 وال 70 اتقالوا هناك برضو في الدايابيتس. الست اللي جالها سكر وهي حامل ممكن يجي لها السكر بعد الحمل ويفضل مكمل معاها بنسبه 50%، او يجي لها ريكورنس بنسبه 70. نفس الكلام اللي بيتكرر اخر خطوه في البري اكلامسيا والعلاج بتاعها. يا جماعه لما نقول العلاج بتاع البري اكلامسيا يعني نشرح الاكلامسيا، في ثلاث ورقات في الاكلامسيا مش هتشرحوا لان هم العلاج بتاع البري اكلامسيا هم واحد. هو ازاي بنمنع البري اكلامسيا؟ هو البري اكلامسيا يا عصام مش هو مرض الهايبرتنشن والبروتونوريا ومرض الثرومبس، لكن وكان بيحصل فيها زياده في الثرومباكسان اي 2 الحاجات اللي بتعمل فازوكونستريكشن، انا بقى عايز اقلل تصنيع الثرومباكسان اي 2 فهدي من بره لو دوز اسبرين، فالاسبرين بيقلل تصنيع الثرومباكسان اي 2 وهحط قدامي حاجتين ضغط وبروتينوريا، يبقى انا لازم اقلل الضغط. اعمل ايه في السولت؟ اقلل السولت في الاكل. طب اعمل ايه في البروتين؟ ازود البروتين في الاكل. كلمتين هم ودي البنت دي مش كان من ضمن الاسباب مال نيوتريشن للايرن والكالسيوم والاويل والبروتين، اروح مدي الحاجات دي تمام. ده كده اسمها البريفنشن امنعها، بس كده كده مش بنعرف نمنع البريكلامس. البريكلامس لو جت اعالجها ازاي؟ بعمل اهم كلمه اسمها تيرمينيشن اوف البريجنسي، همنع هنهي الحمل في الحيل. بس ده بيتوقف على عاملين، على حاجه اسمها جيستيشنال اتش والسيفيرتي بتاعه البريكلامس. قال يا اسامه لو كان عندك فيه حالات مايلد وحالات سيفير، الحالات المايلد والحالات السيفير، السيفير اللي بيميزه عن المايلد ان السيفير قلب بسيمبتومز وبقى موجود في الكرايتيريا بتاعت السيفير اللي احنا لسه قايلينها. فلو الحاله كانت مايلد كيس شوف الست دي حامل في الاسبوع الكام،
لو كانت اكتر من 37 اسبوع انهي الحمل ولدها. طب لو كانت قبل ال 37 اسبوع عالجها كونزرفاتيف اللي هو الاكسبكتنت مانجمنت لحد ما توصل 37 اسبوع وبعدين ولدها. طب لو كان في سيفير كيس اعمل ثلاث حاجات، همنع الكونفولجن واظبط الضغط وانهي الحمل. ناخدهم بقى واحده واحده. بس في حاجه، لو قال لك الست دي كانت سيفير بري كلامسي وقبل 34 اسبوع عالجها اكسبكتنت مانجمنت لحد ما توصل 34 اسبوع وبعد كده انهي الحمل، ليه بقى ليه اكمل لحد 34؟ عشان اللونج ماتوريشن. تمام. طب ايه بقى هو الاكسبكتنت تريتمنت؟ فاكرين رود ريست اوبزرفيشن ودايت ودراج؟ ريست الست تستريح فيزيكال ومنتال، وتنام الست على الليفت سايد. ليه ما ينفعش تنام على ظهرها ولا على الرايت سايد؟ عشان ما تضغطش على هضغط على الانفيرور فينا كافه فقلل الفينا سولتر. طب ليه الست دي تستريح فيزيكال؟ ليه ما تعملش مجهود؟ ليه ما تخليش عضلاتها تشتغل؟ عشان اقلل الدم اللي رايح للعضلات واخلي كل الدم رايح للبلاسينتا. ده اسمه ريست. اهو بقلل الدم اللي رايح للسكيلت المصل، مريح نفسها فيزيكال. طب اوبزرفيشن الكلام المعروف ماتيرنال وفيتا، بس في الماتيرنال بيقول لك تابع الام كل 4 ساعات ما عدا من بالليل، ما عدا من ميدل نايت للمورنينج، ما دي الفتره اللي انا نايمه فيها مش صحيه عشان اطمن عليها. وقال لك اهم حاجه في الام سجل، لو شوف لو في اي سيبتومز ظهرت ولا لا، عشان لو في سيبتومز ظهرت في البري كلانس يبقى الحاله ايه؟ سيسيدين. احنا قلنا ريست وايه اوبزرفيشن ودايت. الدايت هدي بروتين من بره، والبسيت ده كربوهيدرات، وتعمل افويد للسموكنج الكلام السهل، بس لازم ادي بروتين عشان البروتينوريا واعمل سبورت للليفر. وادي دراج. ايه الدراج بقى اللي انا بديها؟ بدي دراج عشان تعمل لانج ماتوريشن. في ده واحده لسه قايله هناك كان بيعمل لانج ماتوريشن، كان اسمه كان جرعته كان بيتاخد كام حقنه؟ 4. الواحده كانت كام؟ 6 ميلي جرام كل 12 ساعه لمده 48 ساعه. البيتا نصه بس جرعته، يعني هو مش البتاع ده، الثاني كان 6 ميلي جرام، ده هيبقى 12 بقى، ده هيبقى 12 ميلي جرام كل 12 ساعه لمده كل 24 ساعه. تمام. البتاع ده بيتاخد كام جرعه؟ جرعتين. تمام. يبقى اللي الاثنين يومين، بس الثاني ده كان بيتاخد كل 12 ساعه، ده بيتاخد كل 24 عشان ده جرعتين، ده جرعتين وده 4 جرعات. طب ايه ده؟ انا مش هكمل التريتمنت، هقول بس هوقف الاكسبكتنت. امتى اوقف الاكسبكتنت مانجمنت؟ لو اكيد على مستوى الماتيرنال، لو الست دخلت في الكرايتيريا يعني نفس الكلام اللي اتقال. طب الفيتال قال لك وقف الاكسبكتنت لو الواد بقى اكتر من 37 اسبوع، ما كده كده انا عندي الحمل، او اكتر من 34 اسبوع لو كانت الحاله سيفير. يعني يا عصام فكره الاكسبكتنت وصله لل 37 لو كان مايلد، او وصله ل 34 لو كان سيفير. هوقف الاكسبكتنت لو الواد ده مات انتراترين فيتال ديس، او حصل انتراترين جروس ريستريكشن، او الميه اللي حواليه قلت، امنيوتيك فلويد اللي حواليه قل، كده انا وقفت الاكسبكتنت. المفروض بقى عشان اول لو كانت الحاله سيفير كنت بظبط الضغط وبمنع الكونفولجن وبنهي الحمل، صح؟ هنقولهم بعد الصلاه.